بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعي ومحبي كرة اليد في كل مكان وعشاق قنوات اون هتعدلي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. عشاق ومتابعي ومحبي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم. اليوم الثاني من بطولة العالم لكرة اليد للرجال النسخة رقم 27 والتي تقام على أرض مصرنا الحبيبة مهد الحضارات وأم الدنيا، المجموعة رقم 8 وتحديدا من الأسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وصالة استاد برج العرب بمدينة الأسكندرية، والتي تحتضن منافسات المجموعة رقم 8 جروب اتش والتي يضم طرفي هذا اللقاء المنتخب السلوفيني ومنتخب كوريا الجنوبية، بالإضافة أيضا لمنتخب روسيا ومنتخب بيلاروسيا اللي المباراة أقيمت قبل هذا اللقاء وانتهت بالتعادل 32-32. حسابات المجموعة الثامنة منتخب سلوفينيا منتخب كوريا الجنوبية، منتخب سلوفينيا هيكون على شمال حضراتكم بالتيشيرت الأزرق والشورت الازرق، اما كوريا الجنوبيه هيكون على يمين حضراتكم بالتيشيرت الاحمر والشورت الاسود. نتمناها ان شاء الله تكون مباراه قويه بين الفرقتين. سلوفينيا من الفرق ومن المنتخبات المدججه بالخبرات والعناصر المهاريه، كوريا الجنوبيه ايضا من العناصر المميزه، ودي اول الكرات في لقاء اليوم واول الاختراقات من الجناح الايمن لمنتخب سلوفينيا، وبادئ بدري قوي المنتخب السلوفيني بلازيانك. اول اهداف اللقاء عمل خداع كده وراح على الجناح الايمن واحرز اول اهداف اللقاء. لسه بقول لحضراتكم منتخب كوريا الجنوبيه بيمتلك عناصر شابه ولكن تنقصه الخبرات. يقوم بيحط شوطه حلوه قوي حلوه والرد السريع موجود من المنتخب الكوري الجنوبي من الباك الايمن رقم 26 كيم يونج شيل ويحرز الهدف الاول هدف التعادل. اللقاء بادئ سريع قوي بين الفرقتين. كوريا الجنوبيه بيعتمدوا شكلهم كده على الدفاع المتقدم، وادي اختراق مره ثانيه هو هو بالكربون بلاز يانج، وتاني اهدافه في اللقاء وتاني اهداف المنتخب السلوفيني بالكربون. راح في المساحه وعمل اختراق وعدى وصاب واحرز الهدف. ادي هدف المنتخب الكوري هدف التعادل كان، وتقدم المنتخب السلوفيني 2-1. منتخب كوريا الجنوبيه بيعتمدوا على الدفاع المتقدم، طبعا في ريسك في الدفاع المتقدم بيكون في مساحات استغلها بلازيانك الجناح الايمن واحرز هدفين. هنشوف هيتعامل معاه ازاي لاعيبه كوريا الجنوبيه في الدفاعات. هجوم بيعمل تسلسل الكره وتصويبه بالكربون، هو اللاعب جون كيم بيحرز الهدف الثاني لكوريا الجنوبيه. اول اربع اهداف في اللقاء سجل اثنين في بيلا في المنتخب السلوفيني نفس اللاعب، وفي منتخب كوريا الجنوبيه نفس اللاعب سجل الهدفين. اختراق بيسيب في الجناح حلوه، شكله يومك النهارده يا بلازيانك. بلازيانك الجناح الايمن لاعب برشلونه الاسباني 23 سنه لتصويبه، ولكن بتصدى لها حارس المرمى السلوفيني. عايزين يعملوا هجوم خاطف، لازيانك بيسيب في الباك الايمن بيهدي اللعبه كده ديانا بومباتش البلي ميكر، بيسيب في الباك الشمال عمل خداع وصوب وهدف، عمل خداع وصوب وهدف ماكوفيسك الباك الشمال، استلم كره ديان بومباتش عمل خداع كده ان هو يلعب على السنتر فيرد وسابها في الباك الشمال واحرز الهدف الهدف الرابع. ست اهداف حتى الان في اللقاء كوريا الجنوبيه وامام سلوفينيا. حسابات المجموعه الثامنه، المجموعه اللي ليها علاقه طبعا بمنتخبنا الوطني هنقول لحضراتكم عليها طبعا في اول توقف. ادي كوره في الباك الايمن كيم جون، تسلسل الكوره في الخط الخلفي بيانجولي، كيم جون بيانجولي مره ثانيه. دفاعات قوية جدا من المنتخب السلوفيني اللي بيعتمدوا على طريقة الدفاع 6-0 قدام حضراتكم واضح. ف
في الصورة. لازم تمسك المدافع على تصويبه، ولكن حائط صد قوي جدا من الدفاع السلوفيني. اللقاء بادئ سريع وقوي، اول اربع دقايق 6 اهداف. دي كره على السنتر فيروت حلوه ولكن ما رفضتش وما كملتش. عايزين يعملوا هجوم الخاطف. المنتخب السلوفيني توصل الجناح الشمال ويعرس الهدف. داركو سنجزار بيحرز الهدف الخامس للمنتخب السلوفيني قدام حضراتكم في الاعاده. قلت لحضراتكم في البدايه ان المنتخب السلوفيني بيمتلك عناصر خبرات كبيره جدا طبعا، وعناصر فنيه عاليه جدا ايضا. المنتخب الكوري الجنوبي عنده عناصر من المهارات الفرديه ولكن ينقصه الخبرات. هل سيؤثر؟ هنتابع مع حضراتكم. حتى الان 5-2 لصالح المنتخب السلوفيني. كيم جون بيطلع له الجناح اليمين، يعمل تسلسل للكره في الخط الخلفي، هيسيبها على السنتر فيرويد. مستعجلين لاعيبه كوريا. حمى البدايات موجودة حتى الآن، وإحنا في الدقيقة 5 من زمن وأحداث الشوط الأول. المنتخب الكوري الجنوبي مستعجلين لعبته، عايزين يقربوا الفارق، الفارق ما بعدش على طول. أدي مستعجلين بقول لحضراتكم في التصويب، ولكن دفاعات قوية جدا من لاعيبة سلوفانيا. وأدي فاول مهاجم دي حكم اللقاء. واضح من لعب المنتخب السلوفيني إنه قافل المساحات في الدفاع على المهارات الفردية اللي قلت لحضراتكم عليها موجودة في صفوف كوريا الجنوبية، علشان كده مش بيدي لهم اي فرصه. وادي دفاع قوي جدا من هيونو كيم المدافع، مدافع كوريا الجنوبيه. تاني ايام بطوله العالم للرجال لكره اليد والتي تستضيفها مصرنا الحبيبه. الكره لصالح المنتخب السلوفيني عند بلازيانك الجناح الايمن قدام حضراتكم. احرز 3 اهداف حتى الان لاعب برشلونه الاسباني. مصمم المنتخب الكوري على اللعب في الدفاعات المتقدمه، وادي على طول بينجحوا لاعيبه سلوفانيا في احراز الهدف السادس عن طريق ماكوفيسك. اختراق بيعدي ويصوب، حلوه قوي، عملها حلوه قوي. شون كيم الباك الايمن ثالث اهدافه وثالث اهداف كوريا الجنوبيه. احرز حتى الان 3 اهداف. هو اللاعب بيروح يعمل اختراق كده ويعدي مميز فيها، وحتى الان مش قادرين ان هم يعملوا عليه بريس لاعيبه سلوفانيا. 6-3. صوب 4 كرات، احرز منهم 3 كرات. بومباتش بيعمل اختراق حلو قوي. قلت لحضراتكم الدفاع المتقدم من لاعيبه كوريا الجنوبيه حتى الان في ريسك كبير جدا بيستغلوا لاعيبه سلوفانيا بالسرعه والمهاره، وبيروح على طول دايان بومباتش ويعمل اختراق ويحرز الهدف. لاعب بيك زيجد المجري عنده 31 سنه، واحد من عناصر الخبره في منتخب سلوفينيا. 7-3. هيتعامل ازاي الفريق الكوري الجنوبي، منتخب كوريا الجنوبيه، مع المهارات الموجوده في سلوفينيا؟ ايضا المهارات موجوده في كوريا الجنوبيه، ولكن الدفاعات حتى الان السلوفينيه قويه جدا، بيدافعوا بطريقه 6-0، قافلين المساحات. طب حضراتكم المدير الفني لكوريا الجنوبيه الكون كانج شارك كلاعب في اولمبياد سيدني 2000 واولمبياد بكين 2008. هذه ايقاف 2 للمدافع السلوفيني. قرار من حكم اللقاء بايقاف 2 للمدافع السلوفيني، واعتقد الكوره فقدوها لاعبي كوريا الجنوبيه وما قدروش استغلوا النقص العددي اللي موجود في صفوف المنتخب السلوفيني. حتى الان النتيجه 7-3 لصالح منتخب سلوفينيا. ايقاف 2 بيلعبوا، المرمى خالي، لاعيبة المنتخب السلوفيني طبعا بيستفادوا من تعديلات القانون الاتحاد الدولي ان اي لاعب يقدر يلعب مكان حارس المرمى بدون ما يرتدي التيشيرت بتاع الكرة في الجناح الشمال. كرة في الجناح الشمال، بيعملوا تسلسل الكرة لاعيبة منتخب سلوفينيا ويحرز الهدف الجناح الشمال. ادي كرة بومباتش قدام حضراتكم، سابها له في الجناح
الشمال وعلى طول بيحرز الهدف داركو سينجزار، تاني اهدافه في اللقاء. 8-3 اختراق وتصويبه ولكن فاول مهاجم مديه حكم اللقاء، عايزين يعملوه مخاطف. سينجزار هيقدم ايه؟ سينجزار وهدف. لا والله ده ماكوفيسك الباك الشمال هو اللي اخذ دلوقتي كره الهجوم الخاطف مكان الجناح الشمال وراح هو ماكوفيسك واحرز الهدف، بالرغم ان هم بيلعبوا ناقصين العدد في الدفاع لاعيبه منتخب سلوفينيا، لكن قلت لحضراتكم دفاعاتهم قويه جدا حتى ما بيلعبوا خمس لاعبين. ادي الكره بيخطفوها الدفاع السلوفيني بيعملوا هجوم خاطف، بومباتش بيسيب هنا عند الباك الشمال ماكوفيسك ويحرز الهدف العاشر. 10-3 في الدقيقه 9 بدا الفارق يتسع ووصل لسبع اهداف لصالح المنتخب السلوفيني. اول 10 دقائق حتى الان من وجهه نظري الشخصيه بيستغل المنتخب السلوفيني نقص الخبره اللي موجود في صفوف المنتخب الكوري الجنوبي، وعلى طول بيطلب المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبيه وقت مستقطع نتابع هيقول اللاعب. نتابع بينتهي الوقت المستقطع لطلبه المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية، واحنا في الدقيقة 10 من زمن واحداث الشوط الاول حتى الان، ومتقدم المنتخب السلوفيني بنتيجة 10-3 فارق سبع اهداف، ومستغلين حتى الان نقص الخبرات اللي متواجد في صفوف لاعبي كوريا الجنوبيه. قلت لحضراتكم الاعمار السنيه في كوريا الجنوبيه لا تتعدى ال 22 عام. هنشوف هيتعاملوا ازاي وهيتعامل ازاي المدير الفني مع نقص الخبرات اللي موجود. ودي الكوره بيخطفوها الدفاع السلوفيني وبيسيبوا في الجناح الايمن وبيصوب وهدف. بلاسيانك الجناح الايمن لاعب برشلونه الاسباني يحرز الهدف رقم 11-3. من وجهه نظري المنتخب الكوري الجنوبي محتاجين يهدوا شويه ويطولوا زمن الهجمه اكتر من كده، ياخدوا حساسيه اللقاء. دخلوا اللقاء سرعة جدا وكانوا مستعجلين، وفعلا كانوا في اول اربع دقائق بيجاروا المنتخب السلوفيني، والنتيجه وصلت 3 اهداف لكل منتخب 3-3. ولكن بدا منتخب السلوفيني يفرض سيطرته. ادي تصويبه قويه ولكن حكم اللقاء مدي رميه حره وايقاف دقيقتين على المدافع السلوفيني بلاجوتينشك. قدام حضراتكم الدفعه الاولانيه والدفعه الثانيه، حكم اللقاء بيدي ايقاف دقيقتين. هيلعب ناقص لاعب المنتخب السلوفيني 11-3. 10 دقائق حتى الان من زمن واحداث الشوط الاول، كوريا الجنوبيه امام سلوفينيا بطوله العالم للرجال النسخه رقم 27 المجموعه رقم 8. كيم جين يونغ، يون شامين بيعدي ويعمل اختراق حلو قوي، عمل اختراق وراح في المساحه واحرز الهدف جيون كيم. البلاي ميكر استغل النقص العددي وراح في المساحه اللي موجوده في دفاعات سلوفينيا واحرز الهدف، الهدف الرابع لصالح منتخب كوريا الجنوبيه. بالمناسبه كوريا الجنوبيه حصلوا على المركز الثاني في اخر البطولات الاسيويه اللي اقيمت في الكويت، خسروا المباراه النهائيه امام المنتخب القطري. ديان بومباتش هيلعب على السنتر فيرود، بيعمل تسلسل للكره، يسيب في الجناح، ترجع في الباك الايمن، بيعمل اختراق وبيعدي ويصوب وهدف. الهدف رقم 12 للمنتخب السلوفيني عن طريق يوري دولينيك احد عناصر الخبره اللي موجود في منتخب سلوفينيا لاعب برشلونه الاسباني. ترجع له الكره مره ثانيه، يسيب في الجناح اليمين واول تصديات حارس المرمى، حارس مرمى المنتخب الكوري الجنوبي.
ليتشانجو بيتصدى للكرة من الجناح الأيمن بلازيانك، الجناح الأيمن لمنتخب سلوفينيا لاعب برشلونة الأسباني. هجوم كوريا الجنوبية، جيونتشان رجع الكرة مرة تانية، بيسيب ويعمل اختراق ولكن بتقع الكرة من إيده وبيفقدها لاعيبة كوريا الجنوبية بكل سهولة، وبتروح في الجناح الأيمن. والتاني تصديات الحارس لي تشانجو من بلازياك، وبتروح الكرة في الجناح اليمين وتصويبة وهدف. عمله الهجوم الخاطف، أول هجوم خاطف للقاء لمنتخب كوريا الجنوبية بعد تصدي حارس المرمى. بيحمسوا نفسيهم لاعيبة كوريا الجنوبية. قدام حضراتكم في الصورة كليمن فيرلين حارس مرمى المنتخب السلوفيني. قلت لحضراتكم الأعمار السنية، طبعا أعمار سنية صغيرة جدا موجودة في كوريا الجنوبية، بيحاولوا إن هم يخشوا في اللقاء، ولكن الجناح الأيمن بلازيانك حتى الآن متألق ويحرز الهدف رقم 13، خامس أهدافه في اللقاء من 7 محاولات. لو حضراتكم أخذ التمريرة كده و من يوري دولينيك الجناح الباك الأيمن، عمل أسيست رائع لبلازيانك وأحرز الهدف رقم 13-5 لصالح منتخب سلوفينيا. كرة على السنتر فيروت حلوة، كرة على السنتر فيروت حلوة قوي من تايون كيم البليميكر، بيسيب على السنتر فيروت وعلى طول بيعرض الهدف السادس 13-6، فارق 7 أهداف لسلوفينيا. وصلنا للدقيقة 13 من زمن وأحداث الشوط الأول. كوريا الجنوبية أمام سلوفينيا، حسابات المجموعة الثامنة اللي بتقام مبارياتها على صالة برج العرب. الكرة على السنتر فيرود وتصويبة ورمية حرة، استني القرار برمية جزائية. سنتر فيرود ماتيتش جابر، سنتر فيرود المنتخب السلوفيني لاعب بيتزيك دي المجري. الكرة بتنزل له على السنتر فيرود مرة ثانية وحكم اللقاء، وفي قرار عقوبة شخصية على المدافع الكوري الجنوبي. طاقم تحكيم اسباني بيقود هذا اللقاء تحكيميا، عملها له حلوة قوي ديان بومباتش البليميكر على السنتر فيرود، ربط معاه ولكن كان في اعاقة من الدفاع الكوري الجنوبي عن طريق تايون كيم. لعبه ناقص لاعب، شوف استغلوا ازاي. ادي كرة على السنتر فيرود حلوة، ماتيتش جابر يحرز الهدف الاول ليه في اللقاء، ربط معاه حلو قوي بومباتش، سابها على السنتر فيرويد واحرز الهدف، يوسع الفارق لصالح المنتخب السلوفيني. مسيطرين حتى الان على مجريات الامور لاعيبه المنتخب السلوفيني من المنتخبات القويه جدا في بطوله العالم للرجال، حصلوا على برونزيه العالم بطولة العالم 2017 في مباراتهم الشهيرة طبعا أمام كرواتيا. ودي تصويبة كده من الباك الأيمن لكوريا الجنوبية ولكن بيتصدى لها حارس المرمى فيرلين. يدي الأفضلية لهجوم سلوفينيا، بيسيب في الجناح الشمال، عايزين يلعبوا كرة بسرعة قبل ما يكتملوا العدد في الدفاع لعيبة كوريا الجنوبية. كرة على السنتر فيرود حلوة قوي من بومباتش لماتيتش، سلوفينيا بيوسعوا الفارق، عمل معاه ربط 10-10 وسابها على السنتر فيرود. في فرق جسماني واضح بين المهاجم السلوفيني والمدافع الكوري الجنوبي. 15-6 طبعا نلتمس العذر لفريق كوريا الجنوبيه، اعمار السنيه بقول لحضراتكم اكبر لاعب فيهم عنده 22 سنه، معظمهم اعمار سنيه صغيره ولكن حققوا الميداليه الفضيه في بطوله الامم الاسيويه الاخيره. بس كوريا الجنوبية في كرة اليد بيحاولوا ان هم يعدوا جيل جديد للمنافسات العالمية. اختراق ولكن دفاع قوي جدا من لاعيبة سلوفينيا، اكتملوا العدد الان لاعيبة كوريا الجنوبية. تصويبة من خارج المنطقة 9 متر وعايزين يعملوا هجوم خاطف، بلازيانك بيروح هجوم خاطف ولكن الحارس المتألق، الحارس المتألق لي تشانجو يتصدى لكرة بلازيانك. ودي كرة من الباك الشمال وتصويبة حلوة قوي عندهم والله،
عندهم مهارات وعندهم لقطات جميلة لعيبة كوريا الجنوبية، وبيحرزوا الهدف من اختراق. ادي كرة الهجوم الخاطف لاسيانج، راح وتصدل على طول لي تشانجو حارس المرمى الكوري الجنوبي، 17 سنة هذا الحارس، من اصغر لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي. بيلعبوا دفاع متقدم من على منطقة التسعة متر، بيحاولوا كده يحدوا من الخطورة، ولكن حتى الآن بيستغل لعيبة سلوفينيا الدفاع المتقدم اللي بيلعبوا بيه كوريا الجنوبية. بيعملوا ترحيل للكرة كده، تسلسل الكرة، وبيوجد المساحات على السنتر فيرود على طول. ماتيتش جابر أحرز الهدف الأخير لسلوفينيا 16-7. يقوم ليفيانجو يسيب في الجناح الشمال، وعلى طول بيتصدى كيلمن فيرلين حارس مرمى المنتخب السلوفيني، وعايز يعمل هجوم خاطف على طول، ولكن بتصدى لها لي تشانجو متألق حارس مرمى كوريا الجنوبية، وأيضا متألق حارس المنتخب السلوفيني. هجوم خاطف، ولكن فاول مهاجم، هيعمل ارتداد لعيبة سلوفينيا، يعمل هجوم خاطف، هيقدم ايه، بيصوب وهدف. يوري دولينيك 32 سنة لاعب برشلونة الأسباني، عنده 42 هدف في بطولة العالم 2017 مع المنتخب السلوفيني. يوري دولينيك كان هداف المنتخب السلوفيني في هذه البطولة، يحرز الهدف لاعب برشلونة الأسباني. 17-7 فرق 10 أهداف، 18 دقيقة لعب. كيم هيونو يسيب في الباك الايمن، بيصاوب قوية ولكن تفتقد الدقة، وهجوم خاطف على طول. بلاس يانك هيقدم ايه، وليد شانجو متألق وعامل حائط صد قوي قوي في المرمى لبلاس يانك حتى الان، وادي الرد السريع على طول موجود، وبيستغله الهجوم الخاطف لعيبة كوريا الجنوبية ويحرزوا الهدف عن طريق كيم تاينوغ. قدام حضراتكم في الإعادة، سابها له على السنتر فيرود، حلوة قوي لكيم تاينوغ، ويحرز الهدف 17-8. بلازيانك الجناح الأيمن في فريق سلوفينيا في بداية اللقاء أحرز أكثر من 5 أهداف، نزل ستاس سكوبي البلي ميكر في فريق سلوفينيا، واحد من عناصر الخبرات أيضا ستاس سكوبي. طرف الجناح الأيمن جاجيتش، ستاس سكوبي يسيب في الباك الشمال، عمل خداع وعدى وصاب وهدف بكل اريحيه، بيعملوا تسلسل سريع للكره في الخط الخلفي، الهاندبول السلس البسيط لعيبه منتخب سلوفينيا، وادي عايزين يعملوا الرد السريع، ولكن فاول مهاجم عايز يطلع هجوم خاطف حارس المرمى، ولكن عملوا ارتداد سريع المره دي لعيبه كوريا الجنوبيه. ستاس سكوبي بيقدم استاس وهدف، اول اهداف ستاس سكوبي 31 سنة لاعب بشكوف بريست البيلاروسي، حصل على ثالث العالم سنة من مواليد 88، هو ستاس سكوبي حصل على ثالث العالم هنا في مصر في بطولة العالم اللي أقيمت في مصر جيل 88، بطولة العالم للشباب حصل على ثالث العالم، أخذ دوره الهجومي دلوقتي في صفوف منتخب سلوفينيا. هجوم لكوريا الجنوبية، هيوك جيولي يسيب في الباك الأيمن، هيصوب يسيب في الجناح الباك الشمال، بيصوب حلوة قوي، حلوة قوي من الباك الشمال ميون جونج، ويحرز الهدف التاسع 19-9 لصالح منتخب سلوفينيا. حضراتكم في الإعادة، راح على النص كده مفيش مقابلة، صوب على طول في الزاوية الأرضية لحارس المرمى السلوفيني ويحرز الهدف. ستاس سكوبي عايزين في الباك الشمال، يسيب في الجناح، ولكن بيخطفوها لعيب الكرة الجنوبية، عايزين يعملوا هجوم خاطف، هيقدموا لنا ايه، لسه عنده الفرصة، هيصوب، لا بيسيب على الدايرة، حلوة قوي، حلوة قوي عملوها، لما بيركزوا لعيب الكرة الجنوبية بيقدموا لنا لقطات فنية 10 على 10. قدام حضراتكم في الإعادة، جون لي راح وساب على السنتر فيرويد، فضل ان هو يسيبها لزميله، زاوية التمرير كانت مفتوحة والتصويب كانت افضل لزميله هيونج سيوك، ووقت مستقطع بيطلبه المدير الفني لمنتخب سلوفينيا لبومير فرانشيس.
شوف هيقول لعبته في الوقت المستقطع. نتابع. Uđeš unutra. Ja. Da. Okay. Fero, ti kao da piješ vodu. Gde si, Fero? Fero! Reću mu, okej? Onda križ, ovde ti isto, blagi. Da. Trčiš onda. Kad križu ti trčiš i onda će... Okej, okay. Onda će ne ići suši ovde. بينتهي الوقت المستقطع لطلب المدير الفني لمنتخب سلوفينيا لوبومير فرانشيس. المنتخب السلوفيني متفوق في النتيجه حتى الان، ولكن المدير الفني فرانشيس حاب يتكلم مع لعيبته، عايزين اكيد طبعا يحافظوا على التقدم في النتيجه. حتى الان قدام حضراتكم اعاده كوره من الجناح الايمن كده من بلاسيانك، متصدي ليتشانجو حارس المرمى ليها، صدها لاكثر من كوره ليتشانجو قدام حضراتكم في الاعاده من بلازيانك الجناح الايمن. استنك مع حضراتكم احداث اللقاء. كوريا الجنوبيه امام سلوفينيا، ستاسيسكوبي سيف في الباك الايمن هنا عايز يعمل اختراق، بيعدي بيسيب في الجناح الشمال ولكن اعلى من اللاعب وتخرج خارج الملعب، رمية جانبية لصالح كوريا الجنوبية. يبتدي هجوم جديد عند جيلون بارك لسيونغ هيون في البلي ميكر، ومعاهم في الباك الشمال جوي سونغ، يعملوا تبادل مراكز، بيطلع الباك او بيطلع الجناح الايمن يعمل تمرير، سنتر فيرود ايضا بيعمل تمرير وينزل على السنتر فيرود مرة ثانية. دي اختراق حلوة قوي، استغل السرعة اللي موجودة عنده المهاجم الكوري الجنوبي قدام حضراتكم في الإعادة، يا عيني على استغلال السرعة، وعدى من ماتيتش جابر المدافع السلوفيني وأحرز الهدف، وعلى طول بيحصل ماتيتش على إيقاف دقيقتين. شفنا الكرة اللي فاتت استغل السرعة عنده، عنصر السرعة موجود في لعيبة كوريا الجنوبية. كرة على السنتر فيرود ولكن دفاع قوي جدا من لعيبه سلوفينيا. الكرة في الجناح الشمال وبيتألق حارس المرمى، بيتألق حارس المرمى فيرلين 31 سنة. بتصويبة الجناح الشمال اللي موجود في صفوف كوريا الجنوبية دونج هيوجو، بيلعبوا المرمى خالي لعيبه المنتخب السلوفيني. ستاسيسكوبي عايز يعمل اختراق، ولكن دفاع قوي جدا من لعيبه كوريا الجنوبيه. ترجع الكره مره ثانيه في الجناح الايمن، عايز يعمل اختراق، بيسيب على السنتر فيروت حلوه قوي، اسيست رائع من بلاجو تينتشيك يحرز الهدف قدام حضراتكم في الاعاده. الاسيست رائع جدا من دراجان جايتش لبلاجو تينشيك ويعرض الهدف. هذه كوره للهجوم الكوري ولكن حكم اللقاء عنده قرار ويدي رميه جزائيه لصالح كوريا الجنوبيه. عمل اختراق حلو قوي، يستغلوا بالسرعه، يستغلوا السرعه اللي موجوده عندهم لعيبه كوريا الجنوبيه. موجه ثنائيه تصويبه ويحرز الهدف لاعب كوريا الجنوبية كيم جاي هو. ودى كده حارس المرمى في زاوية وحطها في زاوية، رابع أهدافه في هذا اللقاء من سبع محاولات بنسبة 57%. 20-11 لسلوفينيا، واحنا في الدقيقة 24 من زمن وأحداث الشوط الأول، فرق 9 أهداف. ستاسيسكوبي دفاع متقدم لعيب كوريا الجنوبية، عايز يعدي بيعمل اختراق، هيسيب على السنتر فيرو، بيسيب في الجناح اليمين وعلى طول بيعرض الهدف. دراجان جايتش الجناح الايمن يعرض الهدف رقم 21 11. هجوم للكره الجنوبيه بيعدي ويعمل تصويبه حلوه ولكن بتروح مره ثانيه الريباوند.
بيعمل الريباوند شان مينيو ويحرز الهدف. الجناح الايمن بعد تصويبة الباك الايمن هيون كيم عمل الريباوند والفولو والمتابعة واحرز الهدف لكوريا الجنوبية 21-12. لعيبة كوريا الجنوبية عندهم سرعات وعندهم مهارة فنية عالية، ولكن الدفاع المتقدم بيكلفهم كتير قوي. ادي هدف من اوفنتشيك الباك الشمال، روكي اوفنتشيك لاعب نانس فرنسي 29 سنة يحرز الهدف رقم 22. بقول لحضراتكم الدفاع المتقدم اللي بيلعب بيه لعيبة كوريا الجنوبية، طبعا وجهة نظر فنية اكيد طبعا، بيكلفهم كتير امام منتخب زي منتخب سلوفينيا عنده سرعات ومهارات وخبرات. هدف لكوريا الجنوبية عن طريق الجناح الشمال سيونغ هيونغ، الكرة على السنتر فيرو وتصويبة ماتيتش سوليزينيك يحرز اول هدفه في اللقاء السنتر فيرو. دي كرة حلوة قوي، يا عيني على المهارات، بقول لحضراتكم موجودة المهارة وموجودة اللقطات الفنية الجميلة عند كوريا الجنوبية من اللاعب رقم 10 شان مينيو ويحرز الهدف. عملها حلوة قوي كده في لقطة فنية جميلة واحرز بيها الهدف رقم 14 23-14. ستاسيس كوبي هيسيب، عمل له ايقاف كده قبل ما يسيب الكوره، واحد من عناصر الخبره ستاسيس كوبي هيسيبها على السنتر فيرود، عمل خداع بيسيب في الجناح اليمين وهدف بكل بساطه وبكل سهوله. والهاندبول الثالث البسيط بيقدمه لنا لاعيبه سلوفانيا، بيعملوا تسلسل الكوره سريع، حجز من السنتر فيرود بيسيبه على طول لاقرب لاعب عنده مساحه وعنده فرصه ان هو يروح في مواجهه المرمى. قدام حضراتكم في الاعاده الباك الايمن ساب في الجناح الايمن على طول عند دراجان جايتش ويحرز الهدف، بينال طبعا تشجيع المدير الفني لبومير فرانشيز المدير الفني السويدي لمنتخب سلوفانيا، كان حصل على بطولة العالم مع المنتخب السويدي في مصر 99 كلاعب. ودي كرة حلوة قوي واحدة كده من لاعيبة كوريا الجنوبية جايو سونغ ويحرز الهدف، الهدف رقم 15. عملوها حلوة قوي هنشوفها في الاعاده وسابوها في الهواء كده للاعب جايو سونغ ويحرز الهدف. ادي فاول مهاجم على هجوم سلوفانيا، هيقدموا لنا ايه في الهجوم الخاطف لعيبه الكره الجنوبيه؟ هيقدروا ولا يعملوا ارتداد لعيبه سلوفانيا؟ بيصوب حلوه القائم المره دي، هجوم خاطف ارتداد سريع من الدفاعات الكورية الجنوبية، هيقدموا لنا ايه في الهجوم الخاطف؟ هيصوب بيسيبها على السنتر فيروت حلوة وهدف. تمريرة خاطئة من حارس المرمى السلوفيني فيرلين، على طول بيستغلها لاعيبة كوريا الجنوبية وبيسيب على طول الباك الشمال جيون تشان على السنتر فيروت ويحرز الهدف. تايون كيم السنتر فيروت 24-16. ستاسيس كوبي بيسيب في الجناح، هي هي بالكربون. وحتى الان لاعيبه كوريا الجنوبيه مش قادرين ان هم يعملوا طبعا ايقاف للكره اللي بيعملها لاعيبه المنتخب السلوفيني، بيعملوا تسلسل سريع للكره وحجز كده على طول من على السنتر فيرود ويسيب للجناح الايمن دراجان جايتش ويحرز الهدف رقم 25-16. فارق 9 اهداف لصالح سلوفينيا. تسلسل الكرة بيطلع سنتر فيرويد جايو سونغ سيف البليميكر عايز يعمل خداع، اندفاعات قوية جدا وفرق جسماني واضح جدا بين الهجوم والدفاع، الهجوم الكوري والدفاع السلوفيني، لكن حركة الرجل سريعة جدا عند لعيبة كوريا الجنوبية. امتى يستغلوها؟ لو لعيبة سلوفينيا بيلعبوا بطريقة تانية غير 6-0 في الدفاع، هيكون في مساحات زي ما لعيبة كوريا الجنوبية في الدفاع بيلعبوا دفاع مفتوح ودفاع متقدم قادر يستغلوا لعيبة سلوفينيا. جايو سونغ وهذه تصويبة حلوة ولكن بتخبط كده في حائط الصد او حائط الدفاع من كيم جايو، تخرج لصالح منتخب كوريا الجنوبية اقل من 30 ثانية على نهاية
احداث الشوط الاول من لقاء سلوفينيا وكوريا الجنوبيه. 25-16 حتى الان حسابات المجموعه الثامنه اللي تضم ايضا روسيا وبيلاروسيا اللي تعادلوا قبل هذا اللقاء بنتيجه 32-32. ستاسيسكوبي عايز يسيب في باك الشمال ولكن بيفقدوا الكوره، بتروح الكوره لهجوم كوريا الجنوبيه، بيعمل خداع، هيصوب على السنتر فيرود حلوه، ولكن تصدي احلى من كيلمن فيرلين حارس مرمى المنتخب السلوفيني، ومعاها على طول صفاره نهايه احداث الشوط الاول من مواجهه سلوفينيا وكوريا الجنوبيه بنتيجه 25-16، بينتهي الشوط الاول لصالح المنتخب السلوفيني. لا تذهبوا بعيدا، ان شاء الله نلقاكم عند انطلاق احداث الشوط الثاني. لكم مني ارق تحياتي، الى اللقاء.
مساء الانوار. جاهز يا كبير؟ دخلني دلوقتي عشان انا عايز اقول كام عايز ادخلني. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ومتابعي ومحبي وعشاق كرة اليد في كل مكان عبر شاشات قنوات اون تايم سبورتس، اهلا ومرحبا بكم مرة تانية. واحداث الشوط الثاني من لقاء المنتخب السلوفيني امام منتخب كوريا الجنوبية ضمن منافسات اليوم الثاني من بطولة العالم لكرة اليد للرجال النسخة رقم 27 والتي تقام على ارض مصرنا الحبيبة. وهذا اللقاء يقام تحديدا على ملعب الصالة المغطاة ببرج العرب بالإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. اللي ما تابعش معانا أحداث الشوط الأول انتهت بنتيجة 25-16 لصالح المنتخب السلوفيني اللي أحكم سيطرته كاملة على مجريات الأمور في الشوط الأول. طبعا الخبرات كتير والمهارات أكتر في صفوف المنتخب السلوفيني، بالإضافة أن طبعا المنتخب الكوري الجنوبي معدل الأعمار السنية اللي موجودة فيه صغير جدا، يعني أكبر لاعب في منتخب كوريا الجنوبية 22 عام، كلهم لعيبة صغيرين، على عكس طبعا المنتخب السلوفيني اللي موجود اللعيبة معظمها من أصحاب الخبرات. لذلك طبعا نجحوا في السيطرة على مجريات الأمور وأنهوا الشوط الأول متقدمين بفارق 9 أهداف. حسابات المجموعة الثامنة جروب اتش اللي بيضم ايضا بالاضافة لكوريا الجنوبية وسلوفينيا منتخب روسيا وبيلاروسيا اللي تعادلوا بنتيجة 32-32 في اول لقاء للمنتخبين ايضا ضمن منافسات هذه المجموعة. مجموعة قوية بيضم او بتضم منتخبات تسعى للوصول للدور المقبل ثم دور طبعا الثمانية. المنتخب السلوفيني بيقوده فنيا لوبومير فرانشيس المدير الفني السويدي اللي كان ليه تصريح مهم قوي قبل البطوله وقال انه بيسعى لتدارك الدور الاول وبياخد البطوله خطوه بخطوه. وعن مواجهته طبعا لمنتخب مصر المرتقبه او المنتظره اكيد تحدث عنها وقال ان المنتخب المصري قوي ولكن نترك الحديث عن المواجهات في الدور المقبل لوقتها. المجموعة رقم 8 بترتبط بمجموعة منتخبنا القومي اللي بنتمنى له التوفيق إن شاء الله، المجموعة السابعة. بعد هذا الدور دور ال 32 منتخب مقسمين ل 8 مجاميع، كل مجموعة 4 فرق، بيصعد منها 3 منتخبات بيواجهوا الـ3 منتخبات الموجودين في المجموعة التالية. يعني مجموعة مصر المجموعة السابعة هتواجه المجموعة الثامنة اللي من ضمن منتخباتها اللي قدام حضراتكم كوريا الجنوبية وبيلاروسيا، أو كوريا الجنوبية وبيلاروسيا وسلوفينيا وروسيا أيضا. كل منتخب بيلاقي الـ3 فرق أو الـ3 منتخبات اللي تأهلوا من المجموعة الأخرى وبيصعد منتخبين لدور الثمانية اللي بيقام بنظام خروج الخاسر ثم دور طبعا النصف النهائي والدور النهائي. انطلقت احداث الشوط الثاني من لقاء سلوفينيا وكوريا الجنوبية. على شمالكم المنتخب الكوري الجنوبي بالتيشيرت الاحمر والشورت الاسود، وعلى يمينكم منتخب سلوفينيا بالتيشيرت الازرق والشورت الازرق. واضح ان المنتخب السلوفيني لسه بيعتمد على دفاع بطريقه 6-0، عايزين يقفلوا المساحات على لاعيبه كوريا الجنوبيه. سلسل الكره في الخط الخلفي تصويبه، ولكن حارس المرمى على طول بيتصدى فيرلين وبيعملوا هجوم خاطف واول اهداف بلاز يانج
في الشوط الثاني الجناح الايمن وسبع اهدافه سادس اهدافه في اللقاء. كره على السنتر فيرود حلوه قوي، كره على السنتر فيرود عملوها لاعيبه كوريا الجنوبيه عايز يعمل هجوم خاطف بلاسيانكو ولكن بيتصدى لها حارس المرمى وبيرجع مره ثانيه لاعيبه كوريا الجنوبيه ولكن فاول مهاجم. شوف قرار حكم اللقاء ايه. بلاسيانكو قدام حضراتكم هداف المنتخب السلوفيني حتى الان في لقاء اليوم ست اهداف. حكم اللقاء ادى كره لصالح الهجوم السلوفيني. طيب بومباتش بيسيب هنا في الباك الشمال حلوه قوي، بيعملوا زياده عدديه وبيلعبوا سبع لعيبه لعيبه المنتخب السلوفيني ويحرز الهدف رقم 27 17. كره على السنتر فيرود حلوه ولكن كليمن فيرلين حارس المرمى بيتصدى للكره. قلت لحضراتكم مفيش خبره، واضح قدام حضراتكم الراجل رايح في المواجهه المباشره وعلى طول بيحطها كده ضعيفه بيمسكها كليمن فيرلين حارس المرمى. لعيبه كوريا الجنوبيه بيفتقدوا عنصر الخبره لكن فنيا هم اصحاب سرعات واصحاب مهارات، هنشوف هيتغلبوا ازاي على نقص الخبره. ديان بومباتش يسيب في الباك الايمن بيعمل اختراق وبيعدي ويصوب ويحرز الهدف يوري دولينيك، واحد من اصحاب الخبرات يوري دولينيك في المنتخب السلوفيني لاعب برشلونه الاسباني 32 عام بالمناسبه كان هداف المنتخب السلوفيني في بطوله العالم 2017 احرز 42 هدف. المنتخب السلوفيني غابوا عن بطوله العالم 2019 لم يتأهلوا ل 2019 حصلوا على الميدالية البرونزية في بطولة 2017 كأفضل إنجاز لكرة اليد السلوفينية على مستوى الرجال. طبعا المباراة الدراماتيكية اللي فازوا فيها في تحديد المركز الثالث والرابع أمام منتخب كرواتيا بنتيجة 31-30 كان لقاء قوي جدا بين المنتخبين، كانوا متأخرين بفرق سبع أهداف ورجعوا بالنتيجة. هجوم للمنتخب الكوري تصويبه ولكن في حائط الصد تخبط في لاعب كوريا الجنوبيه كده تخرج راميه جانبيه لصالح الهجوم السلوفيني. اكيد طبعا المنتخب سلوفينيا عنده طموح للوصول ل ابعد مكان في بطوله العالم ولكن طبعا هيواجهوا صعوبات في مبارياته امام روسيا وبيلاروسيا. حتى الان متفوق في النتيجه وبيعمل اختراق حلو قوي الخداع ديانا بومباتش. الدفاع المتقدم نقطه ضعف كبيره قوي في كوريا الجنوبيه ودي تصويبه حلو والرد السريع وهدف تصويبه والرد السريع على طول من سيونج هيونج ويحرز الهدف رقم 18 لصالح فريق كوريا الجنوبيه. بقول لحضراتكم منتخب سلوفينيا حصلوا على برونزية العالم بطولة العالم 2017 بعد الفوز على كرواتيا كان أفضل إنجاز لكرة اليد السلوفينية على مستوى الرجال. أما كوريا الجنوبية كان أفضل إنجاز ليهم كان المركز الثامن في بطولة العالم 97 عندهم 11 مشاركة في بطولة العالم للرجال. تأهلوا طبعا لبطولة العالم مصر 2021 بعد الحصول على المركز الثاني في بطولة آسيا. بالمناسبة كان أيضا أفضل ترتيب قاري ليهم من 2012 بيشاركوا بقائمة لاعبي المنتخب الكوري الجنوبي كلهم صغار السن. المنتخب السلوفيني واجه كوريا الجنوبية في بطولة العالم 2013 في اسبانيا ونجح في الفوز بنتيجة 34-27. تواجهوا ايضا المنتخبين في اولمبياد 2004 وفاز المنتخب السلوفيني 26-23. نستأنف مع حضراتكم احداث اللقاء. هجوم للمنتخب السلوفيني عايز يعمل اختراق ولكن دفاعات قوية من
لاعبة كوريا الجنوبية اللي مصمم المدير الفني الكوري الجنوبي على اللعب دفاع متقدم بيقابل من بره 9 متر. ادي دايان بومبارشي حلوة قوي يا عيني على المهارات، واحد من اصحاب الخبرات دايان بومباتش لاعب بيك زيك دي المجري بيحرز الهدف رقم 30. كرة في الجناح الشمال وبيصوب ويحرز الهدف، يحرز الهدف الجناح الشمال لكوريا الجنوبية تاي جون كيم. طب حضراتكم في الاعادة سباله حلوة قوي في المساحة الباك الايمن واحرز الهدف. ادي دايان بومباتش قدام حضراتكم عملها بطريقة كده فنية حلوة قوي من اللي بتعجب جمهور وعشاق كرة اليد الشريرة الصغيرة. بطولة العالم للرجال النسخة 27 على أرض مصرنا الحبيبة عبر شاشة القنوات أول تايم سبورتس. 30-19 سلوفينيا كوريا الجنوبية. حسابات المجموعة الثامنة. دايان بومباتش بيسيبها على السنتر فيرو ترجع له مرة ثانية، عايز يعمل خطف للكرة كده لعب كوريا الجنوبية ولكن فضل مساحة، فضل مساحة لبلاز يانك وأحرز الهدف الجناح الأيمن بلاز يانك. هجوم لكوريا الجنوبية بيطلع الجناح الأيمن يعمل تسلسل الكرة في الخط الخلفي. شان مينيو جون كيم بيعمل له كده زحمه على السنتر فيرود عايز يسيبها له وراحت له فعلا يا عيني، صدفه طبعا، واضح ان الكره رايحه للاعب صدفه، اتسقطت على السنتر فيرود خبطت في الدفاع وراحت له مره ثانيه وخبطت في المدافع وراحت له واحرز الهدف رقم 20. 31-20 كوريا الجنوبيه بيلعبوا ناقص لاعب في الدفاع. دايان بومباتش يوري دورينيك الجناح الايمن بلاز يانك يعرض الهدف رقم 32-20 فارق 12 هدف لصالح المنتخب السلوفيني. كرة 7 على السنتر فيرود وقعت وخبطت مرة كده في المدافع وراحت له مرة تانية واحرز الهدف، الهدف كان الأخير لكوريا الجنوبية. 32-20 هيوك جيو لجيون تشان تشان ميو يسيب في الباك الشمال يعملوا تسلسل الكرة في الخط الخلفي. تشامين تسلسل الكرة لسه مش قادرين يخترقوا الدفاعات، دفاعات قوية قوي من المنتخب السلوفيني. قدام حضراتكم واضح في الصورة لاعيبة المنتخب السلوفيني بيعتمدوا على دفاع 6-0 على منطقة الستة متر. كل اللعيبة بجانب بعضها طبعا بيقفلوا المساحة على كوريا الجنوبية. لاعيبة كوريا الجنوبية متميزين في السرعة والمهارة. أكيد طبعًا لوبومير فرانشيس المدير الفني لسلوفينيا دارس المنتخب الكوري الجنوبي عارف نقاط القوة عشان كده بيقفل عليهم المساحات مش بيديهم فرصة يلعبوا بين المدافعين. متميزين في السرعة لعيبة كوريا الجنوبية. دي هدف لسلوفينيا بيفقدوا الكرة هجوم كوريا الجنوبية بتروح عند بلاز يانك. هيقدم ايه بلاس بيحط كرة ويحرز الهدف رقم 34-20 لسلوفينيا. فارق 14 هدف حتى الآن. فقد الكرة حكم اللقاء ادى استمرار اللعب لصالح الهجوم السلوفيني وأحرز بلاس يانك الهدف. لصالح المنتخب السلوفيني. هجوم لكوريا الجنوبية ولكن وقع على أرض الملعب لاعب سلامات للاعب كوريا الجنوبية وقع على أرض الملعب وأعتقد إصابة على مستوى الركبة. سلامات إن شاء الله يكون سليم، بنتمنى السلامة لكل لاعبة المنتخبات المشاركة في بطولة العالم إن شاء الله. حضراتكم في الصورة دايان بومباتش لاعب المنتخب السلوفيني. طبعا بينتظر المنتخب السلوفيني مواجهتين قويتين بالنسبة طبعا لمستوى كوريا الجنوبية، مستوى روسيا ومستوى بيلاروسيا كان واضح في مباراتهم اللي أقيمت اليوم وانتهت بالتعادل. طب حضراتكم في الإعادة لقطة الإصابة
سلامات. واضح ان هي على مستوى الركبه وهو اللاعب عنده اعتقد اصابه. في الركبة. المنتخب السلوفيني استعد لبطولة العالم طبعا بمباريات تصفيات اليورو، يورو 2022. نجح في الفوز على السويد وبولندا وسويسرا وايسلندا والبرتغال. و30-21 لصالح سلوفينيا. خرج لاعب كوري الجنوبي كيم تاهيو مصاب. سلامات ان شاء الله يقوم بالسلامة. نستأنف مع حضراتكم احداث اللقاء. دايان بومباتش عايز يعمل اختراق لكن حكم اللقاء مدي رمية حرة. قطع الجناح اليمين حلوة قوي. يا عيني على استغلال المساحات بالطريقة المثلى من الجناح الأيمن دراجان جايتش. قلت لحضراتكم ضريبة الدفاع المتقدم اللي بيعملوا لعيبة كوريا الجنوبية إن بيكون في مساحات في ظهرهم. حتى الآن نجح لعيبة سلوفينيا في استغلال المساحات. سلسل الكرة في الخط الخلفي لعيب الكرة الجنوبية دي جون في الباك الشمال ولكن بيفقد الكرة لعيبة كوريا الجنوبية وتخرج لصالح منتخب السلوفيني. شين يونغ كيم هو اللي فقد الكرة الأخيرة الباك الشمال. الكرة حلوة قوي من الجناح وقلما نشوف ماكوفيسكي في الجناح الشمال قدام حضراتكم مش داخل من الباك المره دي بقى من الجناح راح في المساحه. ماكوفيسك قطع الجناح الشمال واستغل هو المساحه اللي سابها له زميله في الجناح الشمال واحرز الهدف. لوبومير فرانجيس المدير الفني للمنتخب السلوفيني صاحب الجنسيه السويديه حصل على دوري ابطال اوروبا مع فلينسبورغ في عام 2014. دايان بومباتش بيخطفوا الكرة كده بكل سهولة لاعيبة المنتخب السلوفيني وبيصوب دايان بومباتش ويحرز الهدف رقم 37-21. عايزين يعملوا رد سريع لعيبة كوريا الجنوبية وبيعدي وهدف. ايوه كده عايزين كوريا الجنوبية تخش في اللقاء شوية عايزين نستمتع مع حضراتكم. 37-22 الرد السريع موجود. لا حكم اللقاء مدي فاول مهاجم توصل عند كيم تايو ولكن بيفقدوها بكل سهولة بتروح لمرة تانية الصدفة. يعني هو فقد الكرة لعيبة كوريا الجنوبية وبتروح للمهاجم رقم 28 سيونغ هيون ويحرز الهدف. بيحاولوا يحمسوا نفسهم كده لعيبة كوريا الجنوبية عايزين يقللوا الفارق. الشوط الأول انتهى بفارق 9 أهداف. النتيجة وصلت الآن 37-23 لصالح سلوفينيا. الكرة حلوة قوي اسيست حلوة ولكن ما ربطش معاه دايان بومباتش. البلاي ميكر بيسيبها على السنتر فيرود حلوة قوي ولكن ما ربطش معاه. هجوم خاطف لكوريا هيقدموا لنا ايه اختراق. عايز يعمل تمرير ولكن قبل التمرير على طول بيعمل معاه اعاقة ورمية حرة. حكم اللقاء مديها لصالح المنتخب الكوري الجنوبي. خرج ستاسيس كوبي البلاي ميكر صاحب الخبره في صفوف سلوفينيا. طبعا الفارق كل ما بيبعد كل ما مدرب منتخب سلوفينيا يبدا يريح طبعا العناصر المهمه اللي موجوده اللي هيحتاجها في المباريات المقبله عنده. دي كره حلوه قوي وتصويبه بينال عليها تشجيع زمايله الباك الايمن تايو كيم رقم 26 يحرز الهدف رقم 24. قدام حضراتكم في الاعاده عمل خداع ان هو يصوب راح عمل ارتقاء وصوب في الزاويه العكسيه لحركه حارس مرمى سلوفينيا.
واحرز الهدف 37-24. كنت بقول لحضراتكم المدير الفني لفريق منتخب سلوفينيا هيبدا يريح طبعا العناصر المهمه اللي يحتاجها في المباريات القادمه زي استاسيس كوبي، مش هيدينه كتير طبعا في لقاء اليوم نظرا ان الفرق زي ما حضراتكم شايفين كده الفارق كبير في النتيجه. يقدر طبعا المنتخب السلوفيني انه يحافظ بالعناصر اللي موجوده داخل الملعب. هيواجه منتخب روسيا ومنتخب بيلاروسيا ضمن منافسات المجموعه الثامنه. الكره في الجناح اليمين حلوه من دراجان جايتش، الهدف رقم 38-24 لصالح سلوفينيا. دي تصويبه تخرج خارج الملعب لصالح الهجوم الكوري، رايح في مساحة طبعا بدون أي مضايقات ويحرز الهدف 38-24. كوريا الجنوبية حصلوا على الميدالية الفضية في بطولة آسيا. هذه إيقاف دقيقتين على المدافع السلوفيني ماتيتش سوليزينيك. بطولة العالم 2019 حصلوا منتخب كوريا الجنوبية على المركز ال 22. كان بيلعبوا كده بمنتخب مشترك بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية في بطولة العالم 2019. قلت لحضراتكم أفضل إنجاز لكوريا الجنوبية كان في بطولة العالم 97، حصلوا على المركز الثامن. بيبدأوا طبعا يعدوا جيل جديد أعماره السنية متوسطة، ولكن طبعا بالمقارنة بالأعمار اللي موجودة في منتخب سلوفينيا والخبرات اللي موجودة تعتبر طبعا أعمار صغيرة. أدي كرة في الجناح الشمال وبيتصدى لها حارس المرمى لي تشانجو، حارس المرمى الكوري بيتصدى لكرة الجناح الشمال منتخب سلوفينيا. الكرة على السنتر فورورد حلوة ولكن بيفقدها لاعب كوريا الجنوبية. 38-24 لصالح سلوفينيا، بداية قوية للمنتخب السلوفيني لبطولة العالم. كرة في الجناح هيعمل خداع، هيصوب، عدى، مرر، بيصوب ولكن خارج الملعب، خبطت في حائط الصد. تايون كيم عايز يصوب مرة تانية ولكن بتخرج خارج الملعب. رمية مرمى لصالح المنتخب السلوفيني، نزل في حراسة المرمى للمنتخب السلوفيني. قدام حضراتكم في الصورة ميلان فوجوفيتش لاعب سيلي لاسكو السلوفيني 20 سنة. ميلان فوجوفيتش بيخرج وبيلعبوا المرمى خالي لاعيبة المنتخب السلوفيني. دفاع متقدم لاعيبة كوريا الجنوبية، عايز يلعب كرة على السنتر فيرو كده سينجزار زارابيتش، عايز يعمل خداع زارابيتش، بيصوب حلوة قوي، استلم الكرة من زارابيتش وعلى طول بيصوب سيهت نيكا سيهت لاعب هانوفر الألماني 28 سنة بيحرز الهدف رقم 39. نزل في الباك الأيمن مكان يوري دولينيك. جيوتشان لكيم، كيم تايو عايز يعدي ولكن مستني حكم اللقاء يدي رمية حرة، ولكن حكم اللقاء مدي إشارة باستمرار اللعب لصالح الهجوم السلوفيني. الكرة في الجناح الشمال، لا في الجناح اليمين، ده داخل منين؟ داخل من عند علامة رمية السبعة متر. دراجان دايتش قدام حضراتكم في الاعاده، مفيش اي مقابله من الدفاع الكوري الجنوبي وعلى طول الراجل فتح لنفسه لحد علامه السبعه متر. يحرز الهدف رقم 40-24
لصالح سلوفينيا. باين طبعا من نتيجة اللقاء فرق الخبرات اللي موجود وفرق الأداء. ودي تصويبة حلوة من سيونج هيون البلاي ميكر كوري الجنوبي بيحرز الهدف. عايزين يعملوا رد سريع لعبة سلوفينيا. الكرة في الجناح الشمال وتصويبة وهدف. هينجمان يحرز الهدف في الجناح الشمال. تاني أهدافه في اللقاء. بياخد تمريرة زرابيتش كده يحرز الهدف. زرابيتش لاعب كيل الألماني. واحد من عناصر المميزة زرابيتش في المنتخب السلوفيني. لاعب كيل الألماني حصل معاه على دوري أبطال أوروبا لكرة اليد للرجال الموسم الماضي. دي تصويبة حلوة قوي. مميز قوي الراجل ده. كيم تايو الباك الأيمن في كوريا الجنوبية. يعتبر هو مفتاح اللعب في المنتخب الكوري الجنوبي. دي بيفقدوا الكرة لعيبة سلوفينيا ترجع له مرة تانية. ويحرز الهدف. أوفنتشيك. بقول لحضراتكم الباك الأيمن في كوريا الجنوبية كيم تايو من أبرز اللاعبين في المنتخب الكوري الجنوبي في لقاء اليوم. 20 سنة بيعتمدوا عليه في إنهاء الهجمات. عنده تصويبات قوية جدا وبيقدر إن هو يروح في المساحة ويصوب ويحرز. 42-26 لصالح سلوفينيا. تصويبة مرة تانية حلوة. بيعتمدوا بدأوا يعتمدوا على التصويبات. كان فين الكلام ده من بدري من الباك الشمال هيونج سيوك. ده بحضراتكم في الإعادة عمل خداع. ما حدش قبله راح على النص صوب أحرز الهدف في الزاوية العكسية عكس حركة ميلان فوشوفيتش حارس المرمى. أدي الرد السريع ولكن القائم بيتعاطف المرة دي مع الدفاع الكوري الجنوبي. وادي على طول بيعملوا هجوم قاطف ويحرزوا الهدف. يحرزوا الهدف رقم 28 42 28 لصالح سلوفينيا. متبقي 10 دقائق على نهاية اللقاء. من 48 28 لصالح سلوفينيا. زرابيتش يعمل تمرير في الجناح الأيمن ويحرز الهدف بكل سهولة وبكل يسر وبكل أريحية. لاعبي سلوفينيا بيقدروا إن هم يلعبوا الهاندبول البسيط السلس والتسلسل السريع للكرة بلاعبة الخط الخلفي والحجز من لاعب السنتر فيرويد وعلى طول بيسيب الكرة في الجناح الأيمن أو الجناح الشمال ايا كان اللي بيكون موجود عنده مساحة وبيروح على طول ويحرز الهدف. ما اعتقدش ان لاعيبة سلوفينيا النهاردة قدموا اي يعني تاكتكس او بدأوا يعملوا خطط هجومية. بيعتمدوا على الهجوم الخاطف زي ما قدام حضراتكم في الصورة. بيعملوا هجوم خاطف حلو قوي ويحرز هينجمان الهدف رقم 44. عايزين يعملوا هجوم خاطف لعيب الكرة وبيصوب ولكن بيتصدى لها ميلان فوجوفيتش حارس المرمى. بقول لحضراتكم لعيبة المنتخب السلوفيني بيعتمدوا على الهاندبول السهل البسيط. تسلسل للكرة في الخط الخلفي وبيوجدوا المساحة بكل سهولة في دفاعات كوريا الجنوبية اللي مصممين يلعبوا دفاع متقدم. طبعا بالاضافة لتصديات حارس المرمى في المنتخب السلوفيني. ادي بيقطع الجناح الشمال. دفاع متقدم. زرابيتش. اوفنتشيك لزرابيتش مرة تانية راح في مساحة وبيصوب ولكن خارج المرمى. ميا زرابيتش 29 سنة لاعب كيل الألماني بيصوب ولكن خارج المرمى. قعد خلاص طبعا لوبمير فرانجيس. الفارق 44-28 الفارق التاسع طبعا وزاد الفارق. بدأ يرتاح طبعا لوبمير فرانجيس المدير الفني للمنتخب السلوفيني وبيحاول يطمن على كل لاعبته اللي موجودين معاه طبعا في القائمة ويشاركهم في لقاء اليوم علشان طبعا يقدر يطمن على مستوى كل لاعب ويدخله في اجواء البطوله بطوله العالم للرجال. نشوف الكره دي الاول في الجناح وبيعمل خداع وبيخش على طول من المساحه
دراجان جايتش ويحرز ثامن اهدافه في اللقاء من 8 محاولات بنسبه 100%. لاعب مخضرم طبعا دراجان جايتش. المنتخب السلوفيني بيضم عناصر قويه جدا. المجموعه الثامنه اللي بتضم سلوفينيا، كوريا الجنوبيه، وروسيا وبيلاروسيا، اللي بتقام مبارياتها على الصاله المغطاه ببرج العرب بالاسكندريه، عروس البحر الابيض المتوسط. هيوكجي هيصوب، هيوكو بيصوب حلوه. لما بداوا يعتمدوا على التصويبات من خارج منطقه 9 متر لاعبي كوريا الجنوبيه حتى الان ناجحين فيها، ولكن المره دي الكره في القائم. ومن وجهه نظري الشخصيه ان لاعبي كوريا الجنوبيه اعتمدوا كتير طبعا اكيد تعليمات فنيه على الدفاع المتقدم اللي استغلوا لاعيبه سلوفينيا. شوف الكره دي الاول وفينتشيك، ولكن بيخطف الكره المدافع يونجلي. وفينتشيك زرابيتش في الباك الشمال بيطلع من على السنتر فيرود، هيعمل دوران حلوه قوي، ولكن عمل الدوران ولكن حارس المرمى بيتصدى. هجوم قاطف لكوريا، هيقدم ايه؟ بيسيب في الجناح الشمال وعلى طول ميلان فوجوفيتش الحارس السلوفيني صاحب ال 20 عام، لاعب سيلي لاسكو السلوفيني ايضا بيشارك معاه في دوري ابطال اوروبا، بيتصدى لكوره الجناح الشمال من كوريا الجنوبيه لتظل النتيجه 45-28. كرة في الجناح الأيمن حتى الآن، جايتش متألق في الجناح، 9 أهداف من 9 محاولات. مخضرم زي ما بقول لحضراتكم دراجان جايتش صاحب ال 36 عام. وشفنا طبعا في الشوط الأول بلازيانك الجناح الأيمن، معظم أهداف سلوفينيا كانت من الجناح الأيمن في الشوط الأول بلازيانك، ومعظم الأهداف في الشوط الثاني من دراجان جايتش الجناح الأيمن. كيم تايو يونجيجل عايز يعمل اختراق ولكن دفاع قوي جدا، اذا بيلعب سلبي على الهجوم الكوري الجنوبي. طبعا المنتخب الكوري الجنوبي الاعمار السنيه زي ما قلت لحضراتكم اقل واصغر بكتير جدا من الخبرات اللي موجوده في سلوفينيا. يحسب لهم طبعا ان هم في بدايه اللقاء كانوا ماشيين هدف بهدف، ولكن بدأ لاعبي سلوفينيا يوسعوا الفارق ويقفلوا المساحات على لاعبي كوريا الجنوبية علشان يوصلوا النتيجة دي. الفارق اللي قدام حضراتكم حتى الآن 46-28. ادي ايقاف دقيقتين لماتيتش سولينزيك، لعبوا ناقص لاعب في الدفاع على منتخب سلوفينيا. ادي اختراق وتصويبة وعلى طول فوشوفيتش بيتصدى للتصويبه، ميلان فوشوفيتش ويخرج يغير يلعبوا المرمى خالي علشان عندهم نقص عددي. 55 دقيقة 46-28 لصالح المنتخب السلوفيني. مباريات الجولة الأولى لحسابات المجموعة الثامنة جروب اتش. أقيم قبل هذا اللقاء لقاء روسيا وبيلاروسيا وانتهى بالتعادل، كل منتخب حصل على نقطة، نقطة التعادل. كرة حلوة قوي من زرابيتش حطها كده من فوق حارس المرمى، عايزين يصوب الكرة لعيب الكرة الجنوبية قبل ما الحارس يرجع، ولكن ارتداد سريع من الدفاعات السلوفينية. 47-28 عايز يعمل اختراق هيعدي، ولكن قلت لحضراتكم الدفاع 6-0 حتى الآن ناجح في صفوف المنتخب السلوفيني. لو استمرت النتيجة على هذا الحال طبعا المنتخب السلوفيني هيحقق أول نقطتين في دوري المجموعات. 32 فرقة طبعا مقسمة على 8 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق، بيصعد أول 3 فرق للدور المقبل وبيلاقوا الـ3 فرق من المجموعة التالية ويصعد منهم فرقتين فقط لدور الثمانية. دي تصويبة ولكن حائط صد قوي من دفاعات سلوفينيا، و
جايتش يحرز الهدف رقم 48 48 28 فارق 20 هدف بالتمام والكمال لصالح المنتخب السلوفيني. الهجوم خاطف هيقدموا لنا ايه وعلى طول الهدف. الهدف رقم 49 واحنا في الدقيقة 57 من زمن واحداث الشوط الثاني. فارق 21 هدف لكوريا كتير طبعا على المنتخب الكوري. وقت مستقطع بيطلبه المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية والنتيجة وصلت للفارق 21 هدف. نتابع يقول اللي لعبته في التايم اوت. نتابع مع حضراتكم. بينتهي الوقت المستقطع للطلب والمدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية الكوكانج متأخر في النتيجة طبعا بفارق 21 هدف، ولكن بيحاول ان هو قدر المستطاع يستفاد من اللقاء. طبعا زي ما قلت لحضراتكم واكرر ان لاعيبة كوريا الجنوبية اعمار سنية صغيرة جدا، في فرق كبير ما بينهم وما بين لاعيبة سلوفينيا في الخبرات. الكرة على السنتر فيرود لكن بيفقدوا الكرة، وفي استعجال من لاعيبة كوريا الجنوبية طبعا كلفهم كتير، بالاضافة للدفاع المتقدم طبعا اللي بيكون في ريسك كبير قوي. الكرة على السنتر فيرود حلوة قوي حلوة قوي، وبينال عليها تشجيع زمايله طبعا. الاسيست اكتر من رائع والهدف رائع. اسيست حلوة قوي للسنتر فيرود ماتيتش سوليزينيك يحرز الهدف رقم 50 50 28 لصالح سلوفينيا. المواجهتين السابقتين بين الفرقتين او بين المنتخبين كانت خلصت بنتيجه 34 27 و26 23 لصالح سلوفينيا، ولكن ما كانش الفرق عدد الاهداف الكبير ده. ميلان كوشوفيتش حارس المرمى ما توصل له الكوره، اقل من دقيقتين على نهايه اللقاء، لقاء المجموعة الثامنة بين سلوفينيا وكوريا الجنوبية على صالة برج العرب ضمن منافسات بطولة العالم للرجال النسخة 27 على أرض مصرنا الحبيبة. زرابيتش بيسيب حلوة قوي جاي كده عامل اختراق، ولكن بالسرعة بيتصدى لها حارس المرمى. هجوم خاطف لكوريا هيقدموا لنا إيه، وبيعمل كده عاقل الكورة برجله اعتقد فيها ايقاف دقيقتين على المدافع السلوفيني. هنشوف قرار حكم اللقاء. بيبتسم طبعا لوبومير فرانجيز المدير الفني السلوفيني. ايقاف دقيقتين لماتيتش جابي 50 28. كيم جي يونغ بيفقدوا الكرة بكل سهولة لاعيبة كوريا الجنوبية. ادي هجوم خاطف هيقدم ايه ويحرز الهدف. هينجمان اللي نزل في الجناح الشمال في الشوط الثاني واحرز خمس اهداف من سبع محاولات بنسبة 71%. اعتقد بكده المنتخب السلوفيني بيحقق اول انتصار ليه واول نقطتين في مشواره في دوري او دوري المجموعات. هيبدا طبعا يفكر في المواجهات القادمه امام روسيا وبيلاروسيا. المنتخب السلوفيني قلت لحضراتكم من ابرز انجاز ليهم كان في 2017 بطوله العالم، حصلوا على الميداليه البرونزيه يعني ثالث العالم. كان أفضل إنجاز ليهم بعد ما فازوا على كرواتيا في مباراة الثالث والرابع. غابوا عن بطولة العالم رقم عام 2019 ثم عادوا هذه المرة بطموحات كبيرة وبفوز عريض
بتنتهي احداث المباراه بنتيجه 51-29 لصالح المنتخب السلوفيني. استمتعت مع حضراتكم باحداث اللقاء عبر شاشه قنوات اول تايم سبورتس. هنشوف مين رجل المباراه اللي اختارته اللجنه المنظمه لهذا اللقاء. مبروك للمنتخب السلوفيني، حظ اوفر لمنتخب كوريا الجنوبيه. بينتظر طبعا المنتخب السلوفيني مواجهتين قويتين مع روسيا وبيلاروسيا. رجل المباراه هو ميا زارابيتش، لاعب كيل الالماني اللي شارك في الشوط الثاني. رجل المباراه ميا زارابيتش لاعب كيل الالماني، حاصل معهم على دوري ابطال اوروبا هذا العام من صاحب 29 عام. بهذا ينتهي اللقاء بفوز المنتخب السلوفيني على المنتخب الكوري الجنوبي في اول لقاءات الفريقين في بطولة العالم للرجال بنتيجة 51-29. نشكركم على حسن المتابعة، نلقاكم ان شاء الله في مواعيد اخرى قادمة. لكم مني ارق تحياتي معلقكم عبد الله الديدي، الى اللقاء. Blaž se sliš, ne? Okay. Blaž Janc, strelec prvih treh slovenskih golov na tem svetovnem prvenstvu, čestitke za tole uvodno zmago. Kako z lahkoto ste na začetku vi in vaši soigravci prebijali tole južnokorejsko obrambo? Kako je izgledalo na igrišču? Pa moram reči, mi smo se na njih maksimalno pripravili. Vedeli smo, da igrajo 3-3 globoko obrambo in nekako smo primerno temu prilagodili naše akcije, tako da smo več danes igrala krila 1-1 in pa, kot je bilo tudi vidno, na sami tekmi imeli veliko šutov iz krila. Kaj ne rečem, super obramba, veliko lahkih zadetkov in let je prebit, tako da gremo dalje. Težje bi si želeli boljšega začetka od tega danes, to je kar dober obliž, ne, na tiste kvalifikacijske tekme. Definitivno, danes smo pokazali naš pravi obraz, tako kot sem še jaz večkrat ponavljal. Dobra obramba, lahki zadetki in v tem ritmu moramo samo nadaljevati. Kar precej je mešal selektor danes postavo na igrišču, priložnost je dobilo res veliko fantov, kako je to izgledalo pri vas? Pa ja, jaz mislim, da vseh 16 igralcev je enakovrednih, tako da vesel sem, da je selektor dal priložnost vsem, da smo vsi nekako prebili ta led, spočil nekatere igralce in da lahko turnir je dolgi, tako da definitivno moramo porazdeliti minutažo med vsemi in jutri prost dan, potem pa nova tekma. Čestitke še enkrat, pa srečno proti Rusiji. Hvala. Hvala.
Okay, še Miha zarabit bo. Stay a bit more okay. In, so the people are looking more to the camera. Okay. Perfect. Se slišva, Miha? Se. Čestitke za tole zmago, wow. Evo, zdaj pa greva. Miha Zarabec, čestitke za odličen začetek svetovnega prvenstva. Precej golov je, precej strelov je uspešno končali v južnokorejskih vratih. Kaj bi rekli o tem? Ja, nekako smo se razlaufali, smo odigrali eno tako trening tekmo, če se lahko malo pohecam, ampak na koncu mislim, da še vsem, čeprav je tako lahko zgledali, da smo, morate vedeti, da smo vsem pokazali veliko srce in veliko, veliko znanja. Bili smo zbrani, takrat, ko je bilo treba in zato je tudi taka razlika. Mislim, da ni bilo nobenega vprašanja od prve sekunde naprej in enostavno želeli smo si odprti na vrhunski način in to nam je uspelo. Kako težko je bilo ohranjati zbranost pa to visoko motivacijo proti, bodimo iskreni, precej nedoraslemu tekmecu? Ja, se strinjam, da so za nas nedorasli, da smo pač mi toliko boljši, ampak vseeno smo čutili to energijo z klopi, spodbujali smo se prav v vsakem golu. In to, nas je tisto, to je tisto, kar nas je vlekel še naprej. In danes smo pokazali sem ta ekipni duh, mislim, da smo ga dvigali od prejšnjih tekem. Mogoče nam je to manjkalo, tako da to je lepa popotnica za naprej. Moramo pa pač v glavi pozabiti to tekmo. Mislim, da se na tem prvenstvu ne bo več ponovila taka tekma. Čeprav si želimo, ampak verjamem, da se ne bo, tako da zdaj treba malo sklen glave in pa malo bolj, še bolj osredotočeno naprej iti. Po dnevu premora vas zdaj čakajo še Rusi, povsem druga zgodba, precej težja zgodba. Ja, sigurno, da bo to en prvi, oziroma prvi, ja, za nas prvi preizkus resen in tam moramo pokazati, tam moramo prenesti to, kar smo danes pokazali. Sigurno bo veliko, veliko bolj težje, ampak se mi zdi, da še vseen smo res na dobri poti, da se super razumemo, da imamo super vzdušje v ekipi, veliko, veliko znanja, veliko širine in če bomo tako nadaljevali res, da bomo vsi tako razpoloženi, potem se nimo res kaj bati. Super. Naj tole čim dlje traje, pa srečno po drugo zmago. Hvala. Okay. Mi smo konč. That's it? Yes. Cool. Perfect. Thank you.
Thank you.